الأخت أم عبد الرحمن من شنبات بتقول إذا كان في واحدة غير منتقبة لكن أحيانا تمر بمجمع من الرجال فهل تتلثم وتغطي؟ نعم والله نحن طبعا أقول أن النقاب لا شك أنه خير كثير يعني سواء قالوا بوجوبه أو قالوا باستحبابه. نعم لكن تغطية شيء من الوجه أفضل من كشف الوجه يعني لو تلثمت أفضل من تكون كشف الوجه عند مرورها بالرجال أو كذا آه؟ مرورها أيوة بالرجال أيوة نعم أيوة نعم. نعم ما في حرج فيه يعني حتى بالنسبة في الإحرام السيدة عائشة قال إذا حازينا الركبان نعم. أسدلنا الستر مع أنه لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فتسدل شيء نعم. على وجهها إذا حازوا الركبان ولذلك إسدال شيء في عموم الحج والعمرة في الإحرام عند الأئمة الأربعة ما في حرج يعني أن لا يعني تسدل بس تغطي جزء أي قلت لك إذا كان ذاك في الإحرام الذي فيه لا تنتقب المحرمة إذا حازوا الرجال يزدال فكيف إذا كان نعم. في غير الإحرام فكونها تغطي شيء من الوجه أفضل طبعا أو أفضل من نعم. يكون مكشوف كاملا يعني. تبدو العينان شيخ الكريم تبدو بعد ذلك برضو أفضل العينان. يعني برضو أفضل نعم. هو أصلا كلمة النقاب هو إظهار العين نقب فيه نقب للعينين نعم. للنقاب عشان كده في ناس عندهم رأي في النقاب نفسي يعني مثلا أحيانا تجد إنكار النقاب عند بعض الفقهاء ما مقصود إنه غطاء الوجه لا مقصود الفتحة تحت العينين يعني أكرمك الله شيخ الكريم.